لا تقل نفس الشيء مثلي. إذا قلنا أنا وأنت في أي مرحلة من هذا الفيديو نفس الشيء فأنت خارج اللعبة. سأطرح 5 أسئلة مختلفة وسنرى كم من الوقت ستصمدون. السؤال الأول: ما هو أي فصل من فصول السنة الأربعة؟ لديك 5 ثوان للإجابة. سأختار الصيف. إذا اخترت الصيف فأنا آسف ولكنك خارج اللعبة. السؤال التالي: اذكر أي رياضة تلعب بالكرة. إجابتي هي كرة القدم. إذا كان هذا اختيارك فاخرج من هنا. إذا كنتم تستمتعون باللعبة أرجوكم ادعموا صفحتي من خلال متابعتي وإبداء الإعجاب بهذا الفيديو. السؤال الثالث: اختر أي يوم من أيام الأسبوع. الجمعة. إذا كانت هذه إجابتك فقد خسرت. السؤال الرابع: ما اسم أي تطبيق تواصل اجتماعي على هاتفك؟ سأختار إنستغرام. إذا اخترته فأنت خاسر. السؤال الأخير سيكون صعبا للغاية: من هو أول شخص يظهر لك عندما تضغط على مشاركة والمزيد؟ أعتقد أنها أمك.